لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. راية اسم علم مؤنث عربي وهي العلم، ومن يسمي ابنته راية يميل إلى الروح الوطنية، وقد يجدونه خفيفا على اللسان. وهذا المعنى موجود بالكامل في وصف الفيديو بالأسفل، كما يمكنكم الاشتراك في صفحتي الانستغرام والفيسبوك لقناة أسماء عربية، وهي موجودة في الوصف أيضاً.